كتير لو إيمانك مش كبير بالخطية قلبك أسير. أنت عندي نبض الحياة اطلع من سواد هالفكر ارجع لنا هالنجاة. أنت يلي اطعمني أنت ابني العيش ببلدي كن مبسوط هيك بتبسطني أنت شبيبة موطن يسوع. ما تخافوا من شي أنا دايما معاكم يوم بيوم احكوا لي جاهزين سمعوني جوابكم. انت يلي اطعمني انت ابني العيش ببلدي كن مبسوط هيك بتبسطني انت شبيبة موطن يسوع. ما تخافوا من شي انا دايما معاكم يوم بيوم احكوا لي جاهزين سمعوني جوابكم. انت يلي اطعمني انت ابني العيش ببلدي كن مبسوط هيك بتبسطني انت شبيبة موطن يسوع. بدي انتمي انا بدي انطلق نحنا شبيبة موطن يسوع.
نجارة صغيرة شهدت على حدث كبير. ونور عظيم ضوى كل العالم. هالملك اللي تناز سما نجمة سطعت في سما موطن يسوع. والملائكة أعلنت إنه ملك الملوك اتجسد وصار إنسان. هالملك اللي تنازل عن عرشه الكبير. وسكن جوا قلوب الجميع. وأجا ليخلصنا على الصليب. ويخلينا كلنا ملوك. دعانا لنكون أبنائه. ونحن جوابنا إله كان واحد. جاهزين نحن على طول. يسوع ملك الملوك مجدا هللويا. يسوع رب الأرباب مجدا هللويا. يسوع ملك الملوك مجدا هللويا. يسوع رب الأرباب مجدا هللويا. رئيس السلام مجدا هللويا. رئيس السلام مجدا هللويا. براعم وإعداد موطن يسوع. مساء الخير لكل حدا عم بحضرنا. مساء ملوكي مميز مع ملكنا ابن بلدنا يسوع المسيح. بولس، شعارنا الدائم في عيد يسوع الملك هو لعهدك سنبقى. ولهالسنة راح يكون عنوان برنامجنا. وراح يشاركونا جوكة الرعاة بقيادة الأستاذ جورج سلسع، وبالإضافة لضيوف مميزين. بالرغم من الألم والصعوبات اللي عشناهم هاي السنة، حبينا اليوم عبر قناة مساواة وقناة نورسات نحول احتفال يسوع الملك السنوي لحدث بدخل جوا بيوتنا وبنعيشه لأول مرة مع أهلنا. حلقتنا اليوم حلقة مميزة وتفاعلية، وإنتوا رح تكونوا جزء منها. بالقسم الثاني من الحلقة رح تقدروا إنكم تشاركوا معنا وتلعبوا كمان حتى تفوزوا بأحلى الجوائز. وعندنا كمان جائزة للأشخاص اللي راح تجاوب على سؤال حلقتنا لليوم. وسؤالنا هو إيش هي اسم الكنيسة اللي تعمدت فيها القديسة ماري ألفونسين،
ولحتى نعرف الجواب خليكم معنا لآخر الحلقة. بهاي الأيام بنحتفل بعيد يسوع الملك، هذا الملك اللي مملكته ما إلها حدود. عكسنا تماماً إحنا البشر، حياتنا مليانة حدود. مش عم نحكي عن الحدود السياسية والجغرافية، إحنا بنحكي عن حدودنا البشرية. إحنا بنحب ضمن حدود ومنسامح ضمن حدود ومنساعد ضمن حدود ومنعطي كمان ضمن حدود ومنضحي ضمن حدود، ولكن ملكنا بحبنا بدون حدود وبساعدنا بدون حدود وبسامحنا بدون حدود وبعطينا بدون حدود وضحى من أجلنا على الصليب حتى بذل نفسه عشاننا. اليوم إحنا بدنا كيف نقدر نتخطى كل هالحدود لنوصل لحب ملكنا اللامحدود. ولحتى نفهم أكثر هذا الموضوع معنا ضيفة مميزة بالاستوديو، أكيد كلياتنا عارفينها من الشبيبة، رح تحكي لنا أكثر عن موضوعنا. أهلا وسهلا فيك سيستر منى. أهلا وسهلا سيستر منى، يسعد مساكي. يسعد مساكي سيستر منى. الله يخليكم سيستر منى. لكل مملكة ملك، وكل مملكة إلها مواصفات معينة بتميزها عن غيرها، ومملكة يسوع إلها مواصفات خاصة. احكي لنا إيش هي مواصفات يسوع. فعلاً نحن يوم الحد رح نحتفل بعيد ملك الملوك ورب الألباب، هو يسوع المسيح، هو ملك حياتنا. هالمملكة مملكة يسوع زي ما أنتوا قلتوا فريدة غريبة عجيبة من نوعها، ما إلها حدود أبداً. إحنا منعرف إنه ممالك العالم هي فيها كتير حدود، بتحدها وطن، بتحدها جغرافيا معينة أو بلدان معينة، أو حتى يكون فيها مباني معينة، ولكن مملكة يسوع زي ما هو بقولنا هي هون وهلأ. إذا كلياتنا منحب نتعرف على هاي المملكة لابد إنه نخلي أنظارنا موجهة نحو يسوع ملك الملوك. تماماً بالكتاب المقدس سألوا يسوع شو يعني الملكوت؟ أجابهم سؤال واضح وبسيط، شبه ملكوت السماء، قال لهم مثل هالكنز يلي بيشوفه رجل بيكتشفه، بيروح بحفره جوا حقل بيخفيه وبيروح بيبيع كل ما يملك لحتى يشتري هذا الحقل ويكون هذا الكنز ملكه. ومش بس هيك، يسوع شبه ملكوت السماء بحبة الخردل اللي هي أصغر الحبات يلي شوي شوي بتنمو وبتتحول هالنبتة إلى شجرة كبيرة وبتعشش عليها كل طيور السماء. باختصار ملكوت السماوات هو عبارة عن نمط حياة نحن منختاره ومنبيع كل شيء لحتى نحصل عليه. أكيد سيستر. وكمان في عنا كمان سؤال، هلأ أي ملك بالعالم بحط شروط عشان يدخل الناس على مملكته، شو الشروط اللي حطها يسوع ليدخلنا على مملكته؟ برافو بول، عن جد هذا السؤال اللي هن سألوه كمان ليسوع. قالوا له شو هي أعظم الوصايا، لأنه إحنا منعرف إنه في كتير وصايا موجودة بالكتاب المقدس. يسوع كان جوابه بسيط وصريح، قالهم حب الرب إلهك بكل قلبك ونفسك وعقلك وذهنك وقوتك، وأحبب قريبك حبك كنفسك. إذن إحنا منفهم من كلام يسوع إنه الإجابة الوحيدة والشرط الوحيد لنعيش بهاي المملكة هو المحبة، المحبة يلي تترجم بأعمال محبة. إذا إحنا بدنا نعيش بمملكة يسوع أكيد عيوننا بدها تكون صوب يسوع اللي هو ملكنا، وبدنا نتفرج على حياته كيف عاش حياة الملكوت. منلاحظ إنه يسوع دائماً كان يتفرج ويعيش مع المهمشين والفقراء والعيانين، ونحن على مثاله المفروض نفتح عيوننا ونشوف وين في ناس بحاجة لإلنا معوزين، ونترجم هاي المحبة لأعمال حب. باختصار شرط نعيش بالملكوت نعيش المحبة ونبرهن على المحبة بأعمال خير وحب. سؤالي إليك مسير، إحنا البشر في عنا كتير حدود، ولكن ملك الكون يسوع ما عنده حدود، وكان دايماً بدعينا إنه نتخطى حدودنا حتى نصير مثله. كيف إحنا بحياتنا بهالكل الصعوبات اللي إحنا قاعدين منعيشها اليوم، كيف ممكن نطلع من حدودنا البشرية ونوصل، يعني مش نوصل زي يسوع ولكن نكون شبهين في حدوده؟ فعلاً نحن كارولين كبشر كتير كتير محدودين.
يعني إحنا شايفين هلأ نحن عايشين بزمن زادت الحدود أكتر، حدود من المجتمع، حدود بالتعليم، حدود في العلاقات بين بعضنا البعض. لهيك إذا نحن بدنا نشوف يسوع كيف تخطى هاي الحدود، الجواب بيكون عنا في إيش نحن لازم نتبنى قيم اللي هي قيم الكتاب المقدس. العالم بيقدم قيم كتير مختلفة عن قيم الكتاب المقدس. منلاحظ مثلا في عنا قيمة الاستهلاك، قيمة الكبرياء، السلطة، المال، الأنانية، اللي هي كلها قيم مغايرة للكتاب المقدس. وإذا أنتوا قررتوا تعيشوا في مملكة يسوع رح تحسوا حالكم غرباء مش من هذا العالم. وهيك هذا السؤال المطروح عليكم، انتوا شو بتختاروا؟ وانتوا يا شباب وصبايا ويا اطفالنا شو بتختاروا؟ هل انتوا بتختاروا تكونوا زي هالعالم بقيم العالم، ولا بتختاروا ايش اللي اختاره يسوع؟ ليش؟ لانه اذا نحن اخترنا طريق يسوع، طريق الملكوت، هو طريق صعب، هو اكيد مش سهل، وزي ما قال عنه يسوع هو من الباب الضيق اللي بنمشي فيه خطوه خطوه، ولكن باتحادنا مع الكنيسة وبانتمائنا للكنيسة اللي هي بتمثل هالنور وهالشعاع على هالطريق اللي بنور دربنا واللي بخلينا نتخطى خطايانا وحدودنا البشرية وضعفاتنا، وبيعطينا الأمل والرجاء لحتى ننمو. وهيك كل واحد فينا بيكون هو ملكوت الله بعالمه وبحياته اليومية. سيستر، إحنا اليوم بنحتفل بعيد القديسة ماري ألفونسين غطاس اللي هي من بنت من القدس واللي خدمت بموطن يسوع بالمدينة اللي إحنا فيها. هلأ هذه القديسة عاشت بظروف زينا صعبة، بس قدرت إنه تتخطى كل الظروف وتوصل للسماء. خلينا نحضر هذا التقرير وبنرجع لكم. من موطن يسوع تعالوا نتعرف على القديسة ماري ألفونسين. ولدت ماري ألفونسين ببلادنا هون بالقدس سنة 1843، وعاشت بالبلدة القديمة جنب كنيسة دير المخلص اللي فيها تعمدت وتثبتت وكانت دايماً تصلي. شافت أول بنات من أرضنا بيصيروا راهبات، وحبت هي كمان تصير راهبة، ولما كبرت تكرست برهبانية مار يوسف وصارت تعلم التعليم المسيحي وتأسس الأخويات بالقدس وبعدين ببيتلحم مدينة ميلاد المسيح. وهناك ظهرت لها أمنا مريم العذراء وطلبت منها تأسس رهبانة الوردية لحتى تهتم ببنات بلادنا وتعلمهم وتثقفهم. ولما صارت برهبانة الوردية تنقلت بين المدن، علمت بيافة الناصرة جنب بلدة البشارة الناصرة، ببيت سحور مدينة الرعاة، وراحت على السلط بالأردن، ورجعت على القدس والزبابدة ونابلس وبيت لحم. حبت هاي البلاد كتير وقدمت كل شي بتقدر تقدمه لكل إنسان التقت فيه، محبة بيسوع ومريم اللي دايماً كانت تصلي لهم قدام القربان بالكنيسة وبالطرقات كمان، وكانت دايماً تصلي صلاة المسبحة الوردية. وعلى نفس طريقها عم بيعيشوا رهباتنا رهبات الوردية. بتعلمنا اليوم القديسة ماري ألفونسين إنه نحب يسوع ومريم فوق كل إشي، ونحب كل إنسان، وما ننسى نحب هالأرض كمان اللي فيها ولد يسوع وعاش فيها، مات وقام ليعطينا الحياة من خلال صلاتنا ليسوع القربان بالقداس وصلاة المسبحة الوردية. كمان نحب ونساعد ونسامح ونعطي، نتعلم منيح لنبني الوطن والإنسان. سيستر منى، ايش رايك بالفيديو اللي حضرناه
وكيف ممكن إحنا نكون على مثال القديسة ماري ألفونسين؟ سؤال حلو من حياتي، لأنه القديسة ماري ألفونسين هي قديسة عزيزة على قلبي. مش بس كونها إنه كانت رهبة من رهبات مار يوسف، ومش بس كونها هي بنت بلد وموطن يسوع، وإلا ما لأنها هي قديسة بسيطة في بساطتها، لا عملت معجزات ولا عملت خوارق، وإنما بتقولنا كيف حياتها اليومية البسيطة اللي حطتها بين إيدين الله ممكن تصير قديسة. وباختصار ثلاث كلمات نحن منتعلم منها اليوم هاي القديسة. أولاً الإصغاء لكلمة الله، قديش مهم نصغي لكلمة الله بحياتنا. ثانياً انطيع كلمة الله، حتى لو كان هالمشروع اللي ربنا دعاني إياه، خصوصا هي كليتنا منعرف قديش كانت تحب رهبنة القديس يوسف، وكان صعب عليها لحتى تتخلى عن دعوتها وحياتها الرهبانية، ولكن حطت حالها بين إيدين الله وراحت على مشروع أكبر من هيك. ثالثا العمل بصمت والعمل بإخلاص. نعم ماري ألفونسين بتعلمنا كيف الإنسان يعمل بأمانة حياته اليومية والرسالة العادية اللي بيقوم فيها كل يوم بحياته. وهي شو كانت تعمل غير إنه تعلم وتحقق مشيئة الله بحياتها بشكل بسيط وصامت. أكيد سيستر، حابين منك تحكي لنا كلمة صغيرة للشبيبة اللي عم بتحضرنا من التلفزيون. شبيبتنا، شبيبة موطن يسوع، أول إشي أنا بفتخر إني كوني جزء من هاي الشبيبة. أنا بنت البلد وإنتوا كمان مستقبل هاي البلد. كلمتي لإلكم هي كونوا سفراء الملكوت على هاي الأرض. خلي عيونكم تشوف الخير والجمال الموجود بالخليقة. خلي دينيكم تسمع صوت الله وصراخ المحتاجين. خلي تمكم يعلن الحق والكلمة والإيمان بين البشر. خلي إيديكم ممدودة لعمل السلام والخير وبناء جسور الحوار مع الشعوب والثقافات الثانية. وأهم من هيك خلي قلبكم دايما ينبض بحب يسوع، وهيك بتكونوا سفراء الملكوت بهاي الأرض وبكل العالم. شكرا لك سير منى على وجودك معنا. شكرا، إن شاء الله رح يكون في عنا لقاء قريب وجاهي مع شبيبة موطن يسوع. شكرا لك. أهلا وسهلا شبيبة، خليكم معنا فاصل صغير وبنرجع لكم. لما نفكر في القديسين بخطر ببالنا نساك أو رهبان عاشوا حياة روحية رائعة خلال القرون الوسطى والماضية. عشان هيك يمكن منستغرب أنه شاب مراهق في القرن 21 اسمه كارلو أكيوتس تم تطويبه وهو على طريق أنه يصير قديس. بس إذا منشوف حياة هذا الشاب منلاحظ أنه نحن جميعاً منقدر نكون قديسين. ولد كارلو في لندن عام 1991 ونشأ في مدينة ميلانو الإيطالية وعاش فيها، ومن هو طفل كان بيعشق القربان الأقدس وأظهر التكريس الكامل إله. كان دائماً بيقعد قبل أو بعد القداس أمام بيت القربان، وكانت مقولته الشهيرة كلما وقفنا تحت الشمس أصبحت بشرتنا سمراء، وكلما وقفنا أمام يسوع في القربان أصبحنا قديسين. كارلو أظهر حبه الكبير لمريم العذراء والدة الإله. كان مواظب على صلاة الوردية، وكان على طول عم بيخبر أصحابه عن وجود المسيح الفعلي في القربان الأقدس. هذا الشاب الصغير كان موهوب باستخدام التكنولوجيا، صمم موقع على الإنترنت لمشاركة إيمانه مع الآخرين ونشر تعليم السيد المسيح والإنجيل. وعلى موقعه الإلكتروني كتب كلما تناولنا الإفخارستية أصبحنا مثل يسوع، بحيث يكون لدينا على هذه الأرض تذوق للملكوت السماوي. وبس كبر شوي أصيب كارلو بسرطان الدم، ولكن هذا المرض المؤلم ما منعه من استمرار مهمته بنشر الإيمان عبر الإنترنت. وبالرغم من كل المعاناة والألم كان يضله يردد على طول أقدم كل معاناتي وألمي من أجل الله والحبر الأعظم والكنيسة. وبتاريخ 12/10/2006 كارلو ودع الحياة وانتقل للملكوت السماوي بعمر ما تجاوز 15 سنة.
كان واضح بالجنازة تأثير حياة كارلو وإيمانه وشهادته على كتير من الناس. شوارع ميلانو امتلأت بالأشخاص يلي أجوا عشان يقدموا واجب العزاء والاحترام، والكل تفاجأ لرؤية هذا العدد الكبير من المشيعين، ويلي كان كتير منهم من الفقراء والمشردين، ويلي اتضح فيما بعد أنه كارلو ما كان ينشر إيمانه عبر الإنترنت فحسب، إنما كان يساعد الفقراء والمشردين بطريقة سرية ويقدم لهم الأكل وفرشات النوم. بالرغم من أنه حياة كارلو انتهت بشكل مأساوي بسبب مرضه، إلا أنه عاشها بكل حب وإيمان وشهد ليسوع المسيح بكل تفاصيل حياته، وهذا يلي خلاه اليوم على طريق القداسة. نحن كلنا مدعوين أنه نمشي على خطى هذا الطباوي الصغير ونردد خطة حياتي هي أن أكون بالقرب من يسوع على الدوام. الأماني انطرنا بسنين، تنحقق الأماني انطرنا بسنين.
يعني واو، زي ما عودتونا عليكم فرقة الرعاة، دايما مبدعين ورائعين، وكل سنة بيكونوا إبداع أكتر من قبل. مزبوط، وخصوصا على ترتيلة إحنا أولادك يا عدرا، كان في إلها صدى مش طبيعي. هاي الترتيلة انتشرت شكل مش طبيعي بين كل الشبيبة. مزبوط، حتى في بيوتهم كانوا عم بيسمعوها مع أهليهم. أكيد. فأنا بدي أسألك سؤال أستاذ جورج، إيش السبب اللي خلى هاي الترتيلة تنتشر لهالدرجة بين الشبيبة؟ الترتيلة هاي انتشرت لسببين. أولا، إذا سمعت كلماتها في البداية، نحن أولادك يا عذراء، إحنا كلنا بنحب إمنا الأرضية وإمنا السماوية، فالشعور بالأمومة أو حبنا تجاه الأم لأي طفل، لأنه أكثر شيء بميز الولد إنه بحب أمه. السبب الثاني، انعملت هاي الترتيلة لظهورات العذراء في فاطمة بمناسبة 100 سنة، ظهرت لثلاث أطفال، وكل أطفال كانوا يتمنوا وما زالوا يحلموا زي ما إحنا كنا نحلم وإحنا صغار إنه العذراء تظهر لنا. ثانيا، لأسلوبها الشيق واللطيف والخفيف في التوزيع وأصوات المرنمين، كانت أيضا سبب إنها تنشر بسرعة ويحبوها الصغار. أكيد أستاذ جورج، وكلياتنا بنتمنى وياريت إنه تظهر لنا مريم العذراء، يعني هذا حلم الجميع أكيد. والبسمة بحكي لك الأم بتلم يا كارولين. مزبوط، والرب يبارك أصواتكم جميعا. شكرا لكم. يعني في عنا يا كارولين، نسيت أحكي لك شغلي أنا، بكرة في عنا حلقة مميزة مع الشبيب الثانوي والجامعي والعاملة، وكمان مع عائلاتكم، وإنتوا كلكم مدعوين كمان عشان تشاركونا بكرة. وبدي أذكركم إنه هاي الحلقة رح تبث على الساعة 7 المساء عبر قنوات مساواة وقناة النور سات، وكمان على صفحاتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. أكيد. وهداك الأسبوع يا كارولين، الأمانة العامة لشبيبة موطن يسوع أطلقت بمسابقة الكتاب المقدس بعنوان خطوة لنعمة. مزبوط يا بولس، وهاي المسابقة كانت رهيبة وغريبة. خلال 3 أيام بس قدر يشارك معنا أكثر من 500 مشارك من كل رعايانا في موطن يسوع. أكيد، واليوم رح نعلن اسم شخصين راح يفوزوا معنا بالمسابقة من خلال السحبة، وراح يربحوا معنا تابلت جديد. مزبوط يا بولس، ومش بس كمان اللي شاركوا معنا بالسحبة، رح يكون في كمان عنا سحبات تانية للأشخاص اللي رح. طب ما إحنا هلأ خبر عاجل لسه. هلأ إحنا لايف. شبيبة خبر عاجل وبنرجع لكم، أسفين على التأذير. مشاهدينا الكرام، نعتذر عن تقديم البرنامج السابق، ولكن وصلنا هذا الخبر العاجل. أعلن متحف موطن يسوع عن هرب إحدى الشخصيات التاريخية من المتحف، والتي تدعى زيتون، بعد أن استيقظت من سباتها العميق. وتعتبر هذه الشخصية من الشخصيات الخطرة جدا، التي تحب مساعدة الناس على الفوز بكافة الجوائز والهدايا، الأمر الذي دفع مسؤولي البلاد لوضعها بالمتحف قبل سنين عديدة. وقامت الشرطة المحلية بتعميم هرب المدعو زيتون على جميع وسائل الإعلام المختلفة، وقامت بنشر هذه الصورة له، وطالبت ممن يتعرف على هذه الشخصية أن يبلغ عنه بأسرع وقت ممكن. مشاهدينا، هذا كل ما لدينا الآن، وإلى اللقاء. إنه يعني بدنا نأكد على الكلام اللي حكته المذيعة، أي حدا بيشوف زيتون ياريت يتصل مع الجهات المعنية ويبلغ عنه. أكيد، مش مسحة هذه، لأنه هو شخص هارب عن القانون، خطير يعني، غريب. أبصر ليش إنه خلينا نكمل. بتصدني أنت شبيبة موطن يسوع. بولس، هاد زيتون. احكي احكي مع الشرطة. كت 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 كت. إيش هذا؟ مين هاد؟ إيش تعمل عنا؟ أنا موجود عندكم، مالكم معصبين؟ شوفي شو ليش معصبين؟ شو ليش معصبين؟ أنت شو بتعمل عنا؟ أنت شخص مطلوب. قبل شوي حكت عنك الشرطة. لحظة، انت عارفين ليش انا شخص مطلوب؟ ليش؟ هلأ بدي اقولكم، لانه انا وين ما كانوا ياخذوني على المسابقات بضل افوز الكل، حتى الخسران كنت افوزه واخليه يفوز، وهذا يلي خلى المسؤولين في البرامج يحطوني في متحف موطن يسوع.
لا 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 يا زيتون. وأنا لهيك يا بولس ويا كارولين جيت عندكم اليوم لأنه سمعت في مسابقات وجوائز كتيرة. مزبوط في عنا جوائز، بس يعني أنت ليش جاي؟ أنا جيت لحتى أفوز هالشباب والصبايا الأولاد موطن يسوع وين مكانه. طيب. وأنا ما حكيت لكم مش عن اسمي. تعرفوا شو اسمي؟ حالك. شو اسمك؟ أنا اسمي زيتون. أنا اسمي على مسمى. أنا طيب. ابن هاي البلد. جذوري بأرضها ومتمسك بترابها. عمري من عمرها بخدم كل الناس على مدار السنين كلها. يعني أنت كيف بدك تساعد الأولاد طيب؟ مزبوط سؤال حلو. أنا بساعد الأولاد إني بناتنا إني بعطيهم الجواب اللي صح. وكتير كتير كتير حاولوا يحاربوني، حاولوا يحاربوني بأرضي وينتزعوني من بلدي، بس أنا ضايل هون ما عمري رح أتصحصح. ماشي ماشي زيتون، خليك معنا بتساعدنا وبتساعد كمان الأطفال اللي رح يتصلوا معنا. أنا رح أساعدكم بأي شيء بدكم إياه ورح أساعد كل الأولاد. شو أجا هلا وقت الفقرة يا كارولين؟ فقرة الألعاب، أكيد كلياتنا مستنينها يا بولس. أكيد أنا كمان مستنيها يا بولس. وإنت كمان يا زيتون. بس قبل ما نبلش زيتون بدنا نشرح للأولاد كيف الألعاب عشان يقدروا يفوزوا معنا. يلا معكم. مزبوط، وألعابنا على الدولاب، ولأنه زيتون بحب يساعد البراعم هو رح يلف لنا الدولاب. بس قبل ما تلف الدولاب يا زيتون بدك تحكي للأطفال اللي عم بتابعونا هلأ شو هي كلمة السر اللي بتخلي الدولاب يلف؟ ايش هي يا بولس؟ شو هي؟ ما بعرفش. جاهزين؟ جاهزين، نحن على طول. طول، صحيح. مزبوط. وأول أول لعبة معنا هي حذر فزر. في عنا سؤال عليه 3 إجابات، لازم نعرف شو هو الجواب الصحيح. مزبوط. وتاني لعبة معنا يس أور نو. كمان في إنجليزي بالبرنامج، بحب الإنجليزي. أكيد 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 الإنجليزي. بس نياله بتطلع له يعني. مزبوط، سؤال بسيط يس أور نو بس. واللعبة الثالثة معنا، هاي اللعبة كتير حلوة يا بولس. هاي اللي بنياله تطلع له. نياله، معلومة بتفيدك، إيش هي يا بولس؟ بس بعرف هالمعلومة وبدخل معنا على السحب طوالي. مزبوط. وإنتوا كمان بتحبوا تفوزوا الأولاد بسرعة. أكيد أكيد. وبدنا نذكركم إنكم تقدروا تشاركوا معنا في الاتصالات عبر الأرقام الموجودة معنا على الشاشة. ورابع لعبة معنا ركبها. هاي اللعبة كمان بسيطة، عنا صورة ناقصة لازم نعرف كيف بدنا نكملها. يلا نركبها. واللعبة الخامسة معنا شغل دماغك. هاي اللعبة في عنا صورة وعليها آيات، ولازم نعرف يا زيتون إيش هي الآية الصح. لازم تكون مشغل بالك. أيوه بحب الكتاب المقدس أنا. وسادس لعبة معنا، هاي كمان كتير سهلة ورح يشاركونا فيها جوكة الرعاة. رح يعزفوا لنا مقطع كتير صغير وإحنا لازم نعرف إيش هاي الترتيلة ونحكي اسمها. يا عيني على الرعاة، يا عيني. أطفالنا الحلوين، إحنا راح نطلع فاصل وراح نرجع لكم وراح نستقبل مكالماتكم. وخلال هذا الفاصل ادخلوا على صفحات الشبيبة على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك شبيبة موطن يسوع فلسطين، وعلى الانستغرام yjhp.palestine. وما تنسوا ترنوا على الأرقام اللي على الشاشة عشان تقدروا تحكوا معنا. مزبوط، فاصل وبنرجع لكم، خليكم معنا. We'll be right back.
بعد الفاصل مع أكثر الفقرات حماسية. ومنذكركم إنه هدايانا. هتذكركم إنه الهدايا عبارة عن تابلت وجهاز تلفون موبايل من شركة أوبو. وبتقدروا تدخلوا على السحب من خلال الإجابة على سؤال حلقتنا بأي كنيسة اتعمدت القديسة ماري ألفونسي. بأي كنيسة؟ ما عليكم إلا تدخلوا على صفحة الفيسبوك وتجاوبوا على السؤال. زيتون معنا أول اتصال، جاهز؟ جاهز. ممتاز، خلينا نروح على الدولاب. ويلا على الدولاب، يلا على الدولاب. ومعنا أول اتصال، ميخائيل من الناصرة. أهلا وسهلا فيك يا ميخائيل. ميخائيل مش عم يسمعنا. ميخائيل قطع الاتصال. شكله الاتصال قطع. مش تنسوش مشكلة. تنسوش تفتحوا على الفيسبوك وتشاركوا بسؤال الحلقة. شو هو سؤال الحلقة؟ في أي كنيسة تعمدت القديسة ماري ألفونسين؟ صحيح. في أي كنيسة يا أولاد؟ أنا بعرف بس. ومعنا الاتصال الثاني من مارينال من الزبابدة. أهلا وسهلا مارينال. مارينال؟ ألو ألو، مش سامعة. مارينال سمعتيني هيك؟ اسمعي مارينال. أوكي، إذا لسه لا مش سامعة. مش سامعتيني؟ احكي من التلفون مش من التلفزيون. الو الو، اسمعينا من التلفون. مزبوط مارينال، سامعتيني؟ سامعه. الله يا اولاد، نفتح التليفونات وبس نسمع من التليفون مش من التلفزيون. وخليكم معنا على الخط كمان. الو مارينال. الو الو الو، في كنيسه الكل؟ في كنيسه ايش؟ لا لا مارينال، لسه ما لفينا الدولاب عشان نعرف السؤال. طيب طيب، انا معكم. السؤال لازم تجاوبوه على صفحة الشبيبة على الفيسبوك، شبيبة موطن يسوع فلسطين. ورجع لنا ميخائيل كمان مرة من الناصرة. الو ميخائيل. اوكي، شكله في مشكلة عندنا بالاتصالات. بنذكركم يا براعم انكم تحضرونا على صفحتنا على الفيسبوك وتجاوبوا على سؤالنا، ولما بترنوا علينا الأسئلة رح تكون على الدولاب. جواب سؤال حلقتنا هو على اللايف الفيسبوك، الأسئلة رح تجاوبوا عليها بالحلقة هي أسئلة تانية. زيتون هو رح يلف الدولاب ويساعدكم فيها. يلا يلا يلا. وما تنسوا تعملوا لنا فولو على الإنستغرام على yghp.palestine. شو يا كارولين؟ معنا اتصال تاني. يلا ليلى أنطون، ومشارك كتير رائع من رعية غزة. يا أهل غزة. ألو ليلى. مرحبا. سمعتيني؟ مرحبا. مرحبا، سمعينك، كيفك؟ أنت معنا على الهواء، سمعيتني؟ سمعيتنا يا أهل غزة. سامعة؟ أوكي سامعة. يلا يا زيتون لفلنا الدولاب نشوف شو السؤال. يلا يلا زيتون. يلا يا غزة. ركبها. لا شغل دماغك. شغل دماغك. خلينا نشوف شو سؤالنا. أوبس. السؤال ايش هو؟ نشوف كمان الاتصال اللي بعده بلكي جاوب على هالسؤال. نشوف جوان من بيت سحور. ألو؟ ألو؟ كيف حالك؟ منيحة. سمعتينا؟ نعم. جوال عندك سؤال، بدنا نلف الدولاب وبدنا نشوف السؤال اللي بيطلع لك ولازم تجاوبي عليه، تمام؟ أوكي. يلا. يلا يا زيتون. يلا يا جوال، يلا يا جوال، بدنا نلف الدولاب. أرقص أرقص يا زيتون. معلومة بتفيدك. معلومة بتفيدك، نشوف شو المعلومة اللي رح تطلع لك. يلا، هل تعلم؟ يا جويل، هل تعلمي أن اسم أبو يوحنا المعمدان زكريا؟ جويل؟ يا جويل، نعم. زكريا. تعرفي أنت هاي المعلومة؟ هيك عرفتيها هاي المعلومة ودخلتي معنا على السحب كمان.
جويل شكراً. بدنا نسألك، سمعتينا؟ نعم. شو أكتر إشي بتحبيه بالشبيبة؟ أغنية شبيبة موطن يسوع. يا الله يلي اطعمني. شكرا ودخلتي معنا على السحب. يلا معنا اتصال تاني، لجين من رعية القدس. مرحبا يا لجين. اهلا. يلا نحكي لزيتون ايش هي كلمة السر عشان يلف لنا الدولاب. يلا يا زيتون جاهزين نحن على يلا جاهزين نحن على طول. سؤالنا يس اور نو. يلا خلينا نشوف شو السؤال. يلا بحكي لك السؤال، عدد ثمار الروح القدس هي 9، صحيحة ولا غلط هاي المعلومة؟ يا ايش يا اهل القدس، ثمار الروح القدس هي 9؟ يس اور نو. صحيح. خلينا نشوف. يلا نرقص. يلا 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 نشوف. يس صحيح. برافو يا جويل ودخلتي معنا على السحب. مبروك. شكرا لك. معنا اتصال ثاني. جديد. ومنذكركم انه بكره في عنا حلقه للثانوي والجامعي والعامله وكمان للعائلات على الساعة 7 المساء يا بولس. اكيد راح تكون حلقه مميزه كتير. ولازم تحضروها على قناة مساواة وقناة النور سات وكمان على صفحتنا على الفيسبوك. أنا زعلان يا كارولي. ليش زعلان يا زيتون؟ بكرة مش رح أكون بالحلقة. لا. يا الله. ما بقدر أكون. بدك تكون بالحلقة بكرة؟ يا ريت. خلاص بنحكي مع الأمين العام رافي وبنشوف إذا بدخلك ولا لا. يا ريت. ومعنا اتصال تاني. جينا. جينا من القدس. يلا يا جينا. الو الو جينا كيف حالك؟ الحمد لله وانتو كيفكم؟ تمام. انا زيتون جينا. شو كلمة السر يا جينا عرفتيها؟ جينا لسه معنا انتي؟ يلا جينا شو كلمة السر يا جينا؟ عرفها؟ اللي بيقطع معه الخط بيقدر يعاود يتصل على الارقام الموجودة على الشاشة واحنا رح نرد عليك كمان مرة. وبناخذ تلفون لريتا من بيت جالا. كيفك؟ منيحه. شو اخبارك يا لريتا؟ هاي يا ريتا. ريتا انا زيتون. شو كلمة السر يا لريتا؟ ايه شو كلمة السر اللي بتلف الدولاب؟ نحكيها لزيتون عشان يلف الدولاب. يا زيتون لف الدولاب لحالك. لف الدولاب لحالك. يلا نشوف زيتون. يلا نسأل بول السؤال. يلا نسأل لبولس السؤال نشوف إذا هو شاطر ولا لا. يلا نسأل. يلا لعبة بناخذ تلفون. ليلى من غزة. ليلى كيف حالك؟ ليلى هلو. ليلى إذا مش قادر تسمعينا احضري حلقة بكرة كمان على الساعة 7 عشان تشاركي معنا. مزبوط على قناة مساواة وقناة النور سات. أحلى إشي أنا بدي أحكي شغلة. أنا بدي أجدني فكرة إنه احكي زيتون. إيش هي الفكرة؟ هاي السنة للأسف بسبب هاي الكورونا المضروبة اللي أثرت على كل الدنيا. مزبوط. حتى التلفونات أثرت عليها. أثرت علينا كل شيء. آه. نحن ما قدرناش السنة نعمل مخيماتنا الصيفية. بكل رعايانا وبكل الأمانة. مزبوط يا بولس؟ مزبوط. أكيد مزبوط. ولكان عملنا أحلى المخيمات. صحيح. زيتون أنت كنت معنا السنة الماضية؟ أنا كنت موجود بس كنت بالخفاء. يلا وبناخد تلفون. ميخائيل من غزة كيف حالك؟ من الناصرة. ميخائيل من الناصرة كيف حالك؟ أهل الناصرة. ميخائيل احكي لنا ايش كلمة السر عشان زيتون يلف الدولاب. هيساعدك زيتون. اي زيتون ساعدك. كنا نجرب نصل في الكنتينة. ومعنا لعبة ركبها. خلينا نشوف شو السؤال. ركبها يا ميخائيل. يلا ميخائيل. اني واحدة من هدول الثلاث هي الصح؟
أوكي. انتبه على الإشارات، في عندك واحد اثنين ثلاثة، أني واحدة؟ أي واحدة صح، على التلفزيون شوف، وطي التلفزيون وشوفها. ميخائيل؟ عرفت يا ميخائيل؟ هي رقم واحد، بجوز نربحه لميخائيل يا أبو. خلينا نجرب رقم واحد. رقم واحد، أنا سمعته لما حكى ميخائيل. ميخائيل قطع الخط معك، بس أنت دخلت معنا على السحب، وإذا لسه بتحضرنا ارجع اتصل معنا كمان مرة. وبناخد كمان تلفون، لينا من القدس. ألو؟ ألو يا لينا. وينك يا لينا؟ سمعتينا؟ لينا يا لينا. مش مشكلة، براعمنا وإعدادينا. اللي ما قدر إنه يحكي معنا بالحلقة اسمه رح يدخل معنا على السحب، ما في مشكلة. ضلكم اتصلوا معنا على أرقامنا اللي موجودة على الشاشة. وأهم إشي تجاوبوا على سؤال الحلقة على الفيسبوك. إيش هو سؤال الحلقة يا كارولين؟ بأي كنيسة تعمدت القديسة ماري ألفونسين؟ لازم الكل يجاوب على هذا السؤال يا زيتون. لأنه ذكرناه في التقرير يا زيتون. ذكرناه بالتقرير إحنا. اللي حضر التقرير أكيد عرف إيش الجواب. أكيد. شو رأيكم نسمع إشي من فرقة الرعاة هيك على اللحن؟ سمعنا اللحن ما سمعناش. أنا جاء بالي أمخبر. يلا بنسمع. يلا. عشان خطفوك آخر مرة. صحيح صحيح يا بولس. أنا بنطلع مبسوط. وبنطلع باتصال تليفوني مع فهد. ألو فهد. ألو. كيف حالك يا فهد؟ شاهد شاهد. يلا بنفتح اللعبة. اللعبة. شاهد شاهد. شاهد شاهد. بنفتح اللعبة. وطلع لك حزر فزر. فزر. شاهد. حزر فزر. يلا يا شاهد. جاوبي يا شاهد. في أي يوم خلق الله الشمس والقمر؟ في أي يوم؟ فكر فكر يا. في اليوم الرابع، في اليوم الثاني، أو في اليوم الثالث؟ شو يا؟ الخيار الأول في اليوم الثالث، الخيار الثاني في اليوم الثاني، الخيار الثالث في اليوم الرابع. شو يا شهد؟ شو يا شهد؟ سمعتينا؟ بأي يوم؟ شاهد اليوم الثاني. تنشوف. متأكدة من جوابك؟ اليوم الثاني. متأكدة؟ يلا خلينا نشوف. والجواب غلط. أنا بس الجواب غلط يا شاهد، بس دخل معك اسمنا اسمك على السحب. بالضبط يا شاهد بالضبط. يلا ومعنا كمان اتصال تليفوني. ألو أمير. ألو أمير. أمير. ألو يا أمير. أهل يا نابلس. أمير وينك يا أمير؟ سمعنا يا أمير؟ أهل نابلس وينك يا أمير؟ وين أهل نابلس؟ وينكم وينكم وينكم؟ بنذكركم بالضرورة إنه تفتحوا على الفيسبوك وتجاوبوا على سؤال الحلقة. وما تخافوا وما تخافوا. ناخذ تلفون. يارا ألو؟ ألو يارا؟ يارا كيف حالك؟ يلا يا يارا لفينا الدولاب. يلا يا يارا يلا يا يارا يلا يلا يلا. شو رح يطلع يا يارا؟ شو رح يطلع؟ شغل دماغك. شغل دماغك. خلينا نشوف ايش السؤال. يلا نشوف السؤال. في عنا هون صورة ولازم نعرف اي آية بتحكي عن هاي الصورة. الآية الأولى بتحكي إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب، يشبه ملكوت السماوات خميرة أخذتها امرأة وخبأتها في ثلاجة أكاييل دقيق حتى اختمر الجميع. أو الثالثة كان صوت من السماء
أنت ابن الحبيب الذي به سررت. أي آية هي الصحيحة يا يارا؟ أي وحدة؟ الثالثة. تعالي نشوف. نشوف. السؤال صح. مبروك، دخلتي معنا على السحب. وهي أبسطتي زيتون، شفتي زيتون كم انبسط فيكي؟ مبسوط يارا. زيتون شكرا. شو أكتر إشي بتحبه بالشبيبة؟ أنا أكتر إشي بحبه بالشبيبة لما كلياتنا نكون متجمعين من أقصى الشمال لأقصى الجنوب ومن الشرق للغرب ونحتفل سوا بأحلى قداس في نص كنيسة المهد. بحب المهد، أنا بحبه 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 لأنه يسوع هناك. كلنا بنحبها زيتون، كنيسة أكيد. المهد إن شاء الله السنة الجاي بتكون رايحة الكورونا وعشان كلنا نتجمع بعيد يسوع الملك ياريت. إن شاء الله ياريت. طيب زيتون، شو رأيك نلعب لعبة مع بولس نشوف شو بيطلع له سؤال؟ يلا عبين ما البراعم يرنوا علينا وجاهزين نحن يلا. على طول إن شاء الله أفوز وما أخسر. يلا نشوف بولس إذا شاطر ولا مش شاطر. ويلا يا بولس طلعتلي معلومة. معلومة بتفيدك. يلا يلا بنشوف المعلومة، بنشوف إذا أنت بتعرفها. أنا أكيد بعرفها. طيب هاي المعلومة طلعت، نرجع نلف كمان مرة. Yes or no. Yes or no. أنا بحب الإنجليزي، بحب الإنجليزي. بنشوف. أنت كمان بعرفك شاطر في الإنجليزي. معجزة تحويل الماء إلى خمر. بولس السؤال لك، أنا بدي أسألك. تفضلي. يا بولس ركز يا بولس ركز. لك. معجزة تحويل الماء إلى خمر هي أول معجزات يسوع، صح أو غلط؟ صحيح يا كارولين. متأكد؟ متأكد. خلينا نشوف. يلا 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 يلا. بس اسمك ما رح يدخل معنا على السحب. أكيد. يا الله خسارة. بولس غش، أنت غش بتقول منو الغش؟ وأنا بدي ألعبك لعبة التراتيل. يلا. زيتون لف شوف إذا بتيجي. يلا سمعنا اللحن يا الرؤى استأجر. بس قبل ما نلعب كارولين بدنا ناخذ ماريا من الزبابدي. ألو؟ ماريا؟ ألو ماريا. ماريا كيف حالك؟ ماريا ماريا اسمعينا من التليفون، وطي صوت التلفزيون واسمعينا من التليفون. سمعتينا يا ماريا؟ ماريا علي صوتك. علي صوتك أكثر وأكثر. صوتك واطي يا ماريا، علي الصوت شوي. ماريا صوتك حلو، علي علي صوت. ماريا وطي صوت التلفزيون واسمعينا من التليفون. خلاص بنشوف كارولين شو تطلع لها. يلا طلعت لي ترتيلة يا بولس. سمعنا اللحن. طيب يلا نسمع اللحن. يلا يا أستاذ جورج. يلا 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 يلا. ايش يا كارولين، عرفتي ولا لا؟ لا ما عرفتش. ما عرفتي يا كارولين؟ انا كل يوم بروح يوم الاحد على الصلاه بس سهل كثير الترتيب. انا عرفت احكيها ارتلها يا استاذ. عرفتها 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 عرفتها. يلا بس بدي اتاكد استاذ جورج اعزف لي اياها كمان مره. زيتون عرفها على فكره. انا عرفتها. اترك كل شيء واتبعني. مش حلو كثير بس بحب ارتل. مزبوط. اترك كل شيء واتبعني. ربي جسدك جسدك مأكل حق ربي دمك مشرب حق طوبى لمن يرتقي منهما. يا عيني يا فرقة الرعاة حلوة. ومعنا اتصال من روسيل من طيبة رام الله. ألو ألو روسيل. ألو مرحبا. أهلا روسيل. يلا نلف الدولاب يا روسيل. شغل دماغك يا روسيل. يلا نشوف شو بده يطلع لك. روسيل هاي الصورة أي آية بتحكي عنها؟ الآية الأولى بتحكي أما يسوع فدعاهم وقال دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. أو الآية الثانية يعوزك أيضا شيء بع كل ما لك ووزع على الفقراء.
فيكون لك كنز في السماء، وتعالى واتبعني. والآية الثالثة: يا يسوع يا معلم ارحمنا. أي آية يا لسي؟ أي آية؟ الآية الأولى. الآية الأولى. صحيح. برافو. دخل إسلام على السحر. عيني يا عيني يا عيني. ومعنا كمان اتصال مع بولس. ستيلا، ألو ستيلا. ألو. كيف حالك يا ستيلا؟ سمعتينا؟ سمعتك أبونا. شو الكلمة السرية عشان يلف الدولاب؟ يا إيش يا دولاب؟ جاهزين. جاهزين نحن على طول. حذر فذر، تعال نشوف السؤال اللي طلع لك. يلا شوف ايش السؤال. كم شهر قضت العذراء مريم مع اليصابات في حبلها؟ 7 أشهر او 6 أشهر او 3 أشهر؟ لا لسه ما سمعتكم. كمان مرة. سمعتينا؟ يا دولاب. كم شهر قضت العذراء مريم مع اليصابات في حبلها؟ قديش مريم قعدت عند اليصابات؟ يا صدري صدري. الو. كم شهر؟ 7 أشهر. تعال نشوف. يلا. غلط. مش مشكلة، راح تدخل اسمك معنا على السحر. أكيد. ومعنا اتصال تاني من جورج من القدس. تشارلي من القدس. أيوة تشارلي. ألو. لف الدولاب. يلا نشوف يا تشارلي. لف يا دولاب. شو طلع؟ لف يا دولاب. لف. ركبها نشوف شو سؤالك. يلا ركبها نشوف. حط لنا ركبها. خلينا نركب الصورة يا تشارلي عشان تكمل. أي قطعة؟ في عندك 3 قطع. مش شارع تسجن هلا بسيجي. مش سامعينك. علي صوتك يا تشارلي. علي صوتك. أي قطعة؟ الأولى. بس كمان شوي لأنه مش شارع تلفزيون. اوكي ماشي. اوكي شوف يلا. القطعة الصحيحة. هل المفروض صارت عندك على التلفزيون؟ بقولكم بس لسه كمان شوي. يلا القطعة 3. تعال نشوف القطعة 3. برافو. صحيح يا تشارلي، ودخلت معنا على السحب. ومعنا كمان اتصال من مريم من الزبابدة. مريا. الو. مرحبا مريا. هلا مريا، انت اليوم محظوظه كثير عشانك انت اخر اتصال معنا اليوم. تعالي نشوف شو بيطلع لك. يلا يا مريا. حذر فذر، تنشوف ايش السؤال. انا اخو قايين، فمن انا من بين هؤلاء؟ عيسو. الو مريا. او هابيل او يوسف. ايه مين اخو قايين؟ ايش اسم اخو قايين؟ عيسو او هابيل او يوسف؟ هابيل. اوكي هابيل. يا عيني. مبروك دخلتي معنا السحب. مبروك. واحنا بنعتذر منكم لكل شخص حاول يحكي معنا، بس كل واحد حكى معنا وتسجل اسمه رح يدخل معنا السحب. أكيد يا بولس، أكيد. أنا متأكد إنكم ناس كتير منيح بتحبوا شبيبة. وكمان الأشخاص اللي حاولوا إنهم يتصلوا وطلعوا على الهواء بس ما سألناهم سؤال، كمان اسمكم دخل على السحب بسبب مشكلة تقنية. منذكركم لسه في معكم مجال عشان تجاوبوا على سؤال الحلقة. شو هو يا كارولين؟ إيش اسم الكنيسة اللي تعمدت فيها القديسة ماري ألفونسين؟ فاصل صغير ورجعين مع سحب الهدايا، خليكم معنا. يلا. Boom.
شبابنا ونقف على خدمتك نفوسنا فلنحن إيمانا نتغلب به على الفساد أبانا الذي في السماوات إنا نكرس لك شبابنا ونقف على خدمتك نفوسنا فامنحنا إيمانا نتغلب به على الفساد لنصون على الطهارة قلوبنا ونتمم على الدوام مشيئتك أعطنا أن نكون للإنجيل شهودا أمنا فنكون رسلا نورا طمأنينة وسلام أبنا أن نكون في كل لفاتنا الحبيب يسوع فنحب كل الناس كما أحبنا يسوع نحب كل الناس كما أحبنا يسوع 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 وصلنا معكم لآخر فقراتنا باليوم وهيك منكون سكرنا الإجابة على سؤال الحلقة مزبوط وبدنا نحكي إيش كان جواب سؤالنا كان الجواب أن القديسة ماري ألفونسين اتعمدت في كنيسة دير المخلص في القدس يا عيني كنت أعرف أنا كنت أعرف طيب يا زيتون بما أنك بتعرف كل إشي إيش رأيك في المتسابقين اللي اتصلوا علينا على الهواء؟ كل المتسابقين اللي اتصلوا على الهواء أو تحت الهواء أو فوق الهواء كلهم كانوا رائعين بجننوا بجننوا وبنطلب السحبة من دنيانا 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 شكرا, شكرا يا دنيانا. دنيانا شكرا 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 بس قبل ما نعمل سحبة على الأشخاص اللي اتصلوا علينا على الحلقة بدنا نعمل مسابقة سحبة على مسابقة الكتاب المقدس اللي شارك فيها أكثر من 500 مشارك خلينا نشوف مين الفائزين يلا من البراعم ولا الإعدادي براعم ولا إعدادي براعم 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 يالهم للبراعم كريستينا ميشيل ناصر سعادة من رعية نابلس يا عيني كريستينا مبروك 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 ألف مبروك يا كريستينا مبروك والإشي الثاني وهلأ بدنا نشوف مين معنا فائز من فئة الإعدادي خلينا نشوف على الشاشة ويلا يا زيتون يلا يا زيتون يلا يا زيتون يلا يا زيتون وهدول الأشخاص فازوا معنا بتابلت إيش نوع التابلت يا بولس سي لاين تابلت نوع جديد يلا يلا الفائز هو بلف يا دولاب خلينا نشوف يا دولاب نشوف 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 مين يفوز بكمان تابلت جوزيف ساهر شفيق نجم من الرام يا عيني يا جوزيف من الرامي فازوا على الرامي مبروك يا جوزيف مبروكين مبروكين وهلا بدنا نعمل سحبة السؤال مع زيتون تفضل يا زيتون على الوسط أنا أسحب يلا اسحب 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 واحد اثنين ثلاثة لفوق يعني يالو أشوف الاسم لمين أعطيه أنا بشوف بس هلا مش شايف اسمها نيكول اسم اللي فاز معنا نيكول بس الرعية مش واضحة نيكول 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 من وين؟ شكرا نيكول معنا مبروك يا نيكول ربحتي معنا تليفون تليفون نيكول سعيد ايش نوع التليفون يا بولس نوع التليفون جهاز جديد من اوبو واو
مبروك يا نيكول. نشوف السحب الثانية لمين راح تطلع. السحب الثانية ويلا واحد اثنين لخ لخ يا زيتون لخ لخ يا والهدية زيتون. هي أيوه تليفون أيوه أيوه أيوه. من أوبو. اسحب لفوق 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 ايوه اعطي هلا دور بولس يشوف مين. ايوه بولس سلم ايديك يا زيتون. اهلا شوف اشوف 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 يارا من الزبابدة. يارا من الزبابدة يا عيني الحلو يا نيالها يارا من الزبابدة. ألف مبروك التلفون الجديد. ألف مبروك لكل الأشخاص اللي فازوا معنا بالمسابقة، وبتقدروا تستلموها من مكتبة يسوع الملك. وأي حدا ما بقدر إنه يوصل يتواصل معنا وإحنا منوصلوا إياها. وهلأ بدنا نرجع نذكركم بحلقتنا. شرطة صحيح. هيك منكون وصلنا لختام حلقتنا الفريدة من نوعها. ومنذكركم بحلقة بكرة للشباب والعائلات على الساعة 7 المساء. يمكن أول مرة بنحتفل بعيد يسوع الملك وإحنا بعيدين عن بعض. بس الدفء اللي حسيناه مع أهلينا أكيد كان بيغنينا. أكيد وهذا اللي خلى حلقتنا اليوم مميزة كتير. شبيبة موطن يسوع قريباً رح يختفي الألم. رح يجمعنا الأمل. ما علينا إلا أنه نضل واثقين بملك الملوك يسوع المسيح. ونضل على طول نردد أنه إحنا كلنا ملوك أبناء الملك. ومنقول ليسوع دائماً وأبداً جاهزين نحن على طول. ولعهدك سنبقى. إلى اللقاء.